الأول الزكاة بعد الفائض. في سؤال أخونا في الله يسأل إن عنده مبلغ بسيط وشرفي ذهب ونيته يتزوج ويشتري أثاث وكهربائيات وتجهيزات، فيقول هل عليه زكاة؟ إن استغرق المال شيد الحجاز القطبي دسوه لا زكاة عليه. شنو دليلك سيدي؟ من الكتاب والسنة. بعد المال بعد الحاجات الضرورية دي كلها، الزواج ضروري والبيت ضروري. بس مضى عليه سنة في مدة معينة وبعدين لازم يزكي؟ ايوه ده مضى عليه سنة وهو مش محتاج وبلغ النصاب. ايوه ما بلغ النصاب، هو النصاب كامل اللي هيبني منه بيت ولا هيعمل. يعني مولانا هذا استغفر الله ما يعتبر ان الواحد يعني لو نيته انه يسوي الشيء وما الله تم ما ملازم يرجع عن نيته، ولو انه ما تمت الزواج ملازم يزكي عن سنتين؟ الألف. فما إذا بلغ النصاب 20 دينار ذهب عليه نصف دينار. 20 بس؟ 20 دينار. لا زكاة المال 2% ولا لا زكاة. 85 جرام. 85 جرام. يا أخوي أنا بقول لك 20 دينار، ما قلت لكش جرام، ما جبتش الوزن. بقول لك إذا بلغ النصاب 20 دينار ذهب. هو في دنانير ذهب دلوقتي على نص ال 20 دينار عليها نص دينار ذهب. اي والله ما شاء الله عليه. الواحده لو انت معاك مثلا معاك 2000 لو 20 دينار يبقى عليه نص دينار. كل 20 عليها نص، معاك كم 20؟ ولا لا لا 20 ورد يا باشا يقصد في الدينار الذهب. دينار ذهب 20 ذهب يقصد في الدينار الذهب 20 ذهب. ومين اللي معاه دينار ذهب الحين؟ لا كيلو ذهب مالك يا راجل. انت لقيت الموضوع ماشي. احنا كيلو ذهب يبقى ده 1000 جرام ذهب، تتكلم في الجرامات، لكن هو بيقصد في دينار الذهب. جاوب يا سيدي الحجازي لا تدوش لا تطلع على قولتهم 20 دينار ذهب يتلحس من دماغه. صاحبك الفلوس اللي معاه اللي يفضل منها يطلع عليه زكاه. الله شفت شلون؟ اذا استغرقت كل الحاجات والضروريات. راجل ذكي ما شاء الله عليه. زي مولانا والمرأة يجوز إنها تخلي الفلوس بنية الزواج كده تحبسها جهة رجل صالح؟ والله هي اللي لها من الذهب ما تتزين به، أما إذا كنت خرسه لعواقب الزمن فعليه زكاة. كم؟ الشيخ عندك الألف دينار 25 دينار مو؟ إيه. إيه والذهب قلت كم مولانا؟ بعد 85 جرام تطلع معروفه. يعني طلع كم نص دينار؟ نص بالمية زيها زي تكسبه في قيمة الفلوس وتكمل. يا قولوا يا محاميد مولانا انزين هو هل نية الزواج اولى من نية الزكاة؟ طبعا الزواج مقدم على الزكاة وعلى كل حاجة. شكرا سيدي. وهذا يا اخونا في الله صعب مدد إلا من أكره وقلبه من يخشى العزبة وعليه الدوام. شكرا.